وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. So these are the world's largest honeybee bird in the world, and it has specifically black color. من دولة جبال الهيمالايا وقمة إيفرست. صيادين العسل. جينا هون لنحضر موسم جمع أغرب عسل في العالم. العسل المهلوس. Yeah, it's called mad honey. من خلايا النحل العملاق. الموجود في أعلى جبال الهيمالايا في نيبال. The honey that we harvest carries an intoxicating effects because of the rhododendron flower. The people consume that honey and get intoxicated. وهي الهلوسة تيجي من هاي الزهرة. I cannot walk, I cannot talk, I cannot do anything. Dark old. بتسلق المنحدرات العالية واللي بيزيد ارتفاعها عن 200 متر أحيانا. في من العمليات الأخطر في العالم لإخراج العسل. It's the national flower of Nepal. هدول هم صيادين العسل. ذكر العسل في القرآن الكريم في آية عظيمة فيها إعجاز وتفصيل ودعوة للتفكر في بديع صنع الخالق العظيم. اليوم طلعنا على جبال الهيمالايا حتى نشوف عن كثب هاي المعجزة الربانية. والعسل منتشر كثير بعالمنا العربي، والأكثر إنتاجاً هي الجزائر، المغرب، ومصر، وتونس، وباقي الدول العربية. ولكن عسل السدر اليمني هو الأشهر، لأنه بيتم إنتاجه من جبال اليمن، من نبتة السدر الشهيرة. ولكن في نيبال، على الجبال، الوضع مختلف، حصاد موسم عسل مختلف، ونحل مختلف. صيادين العسل، قبائل القرون. الأغرب في العالم. وصلنا كاثماندو عاصمة دولة نيبال. هاي الدولة ذات 30 مليون نسمة اللي بتقع في أحضان سلسلة جبال الهيمالايا بين الهند والصين، وفيها قمة إيفرست، أعلى قمة في العالم. جينا هون لنحضر موسم جمع أغرب عسل في العالم. طالعين مكان مش عادي، طالعين لصيادين العسل فوق الجبال. مش طبيعي المكان رحيله، أكثر من 10 ساعات، 10 ساعات وإحنا منسوق. لو وصلنا هون فوق الجبال لازم نغير السيارة عشان نطلع لفوق أعلى، منطقة معزولة عن العالم. هذول الصيادين. بينطلق النحل في هاي السهول الأودية ليجمع الرحيق من زهور نبتة المنتشرة في كل هاي الأماكن على مرتفعات جبال الهيمالايا. مغامرة جديدة في نيبال. هاي قبيلة القرون رايحين عليها بيطلعوا العسل بطريقة عجيبة. العسل يا اخوان وفيه شفاء للناس. بكرة موعدنا مع العسل الساعة 10 بالليل، طلعنا الساعة 10 الصبح. هذا العسل مختلف عن أي عسل في العالم، عسل الهلوسة بسموه، وهذا موسمه الربيع. لإيش؟ لأنه الورد اللي بتطلع وقتها هسا. Brother, what a nice welcome, man. Thank you. Thank Where we sit down? Yeah, we sit here. طلع برحبوا فينا. هاي الزهرة لونها أحمر، لهيك بتسمى عسلها بالعسل الأحمر، وأيضاً عسل الهلوسة. اسمها زهرة ريدودندن، وهي الزهرة الوطنية لنيبال.
منطلقين عند صيادين العسل. لازم نعمل هايكنج هسه تقريبا ساعة ونص. جبال الهملاي خلفنا هذولا ما شاء الله نيباليين فوق الجبال طاقة قدرة بتلاقيهم هم دائما حول العالم. نيباليين مهنتهم التسلق لأنهم عايشين بين الجبال. نمستي سبي زعنا لاي ميرو نام نندلال تاما غاو تانجي جي باشندا اني ميلي يو ميرو مها كاريرا دانه لغبا 20 برسا بيو तेरी यो भन्दा पहिले मैले विदेश काम पनि गर्थे म इसप होल्डर हो मैले दुबई सऊदी म 105 मिटर मा गएर चाहिँ डेन्जर इसप होल्डरै बनाउँछु के भन्ले भइ के छ त फोन गर्नु डम्बल अनि कति मैया हामी छ बुकिन दे जा हेर न तारी So these are the Gurung tribes that we're speaking about. So we are gearing up for the honey hunting. And next 1 hour we'll reach the spot for the hunt. So we're going to go down. We're going to get the tools for the honey. It's considered this honey one of the most famous kinds of honey on the level of the world. Where people are in their lives. ليحصلوا عليه وبنباع بأسعار مرتفعة. ما كان سهل الوصول لهون أبدا وهم مش سهل اللي بيعملوه. هاي واحدة من أصعب الوظائف في العالم. أكبر وأخطر نحل على كوكب الأرض وطول النحل 3 سنتي. تخيلوا هسه رح نواجه هذا النحل. نحل لسعة قاتلة. Welcome to Gurung's village. حاليا وقفنا شوي زي ما انتم شايفين. حطوا الحبل الروب حطوه على النار. ليش؟ عشان يصير سهل مسكه. لانه في تسلق هسه. في كثير ناس ماتوا تسلق المنحدرات بالجبال ليجلبوا العسل، وصارت تسمى المنحدرات باسم كل شخص مات من هالعمل الخطير. So all the villagers have gathered here for the hunt. We're next to the cliff and they're gearing up for the main event of the day, which is honey hunting. Put the wooden logs inside the braided bamboo ropes. وقبل ما يطلعوا المنحدرات بيجيبوا دجاج ليضحوا فيه. They are about to sacrifice the chicken. So after the blossom of rhododendron flowers, these mad bee, they fly into the flowers and they get the granatoxin-rich honey. So what's they're the name of the flower? Rhododendron flower. Yeah, it's called mad honey. Mad honey. Yeah, it's mad honey. أنا جدا متحمس للعسل هذا. يا إلهي تخيل نجيب العسل بنفسنا ونتذوقه. يلا. ثم كلي من كل الثمرات. فاسلكي سبل ربك. تخيل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. اليوم راح نشوفهم هذول. راح يدخلوا على النحل. هسه راح نروح على منطقة النحل راح يلتم حوالينا وراح يولعوا العشب الأخضر ليهربوا النحل. فجابوا لنا طبعا ملابس لأنه قرصة النحلة. طيب هم بيستخدموا العشب الأخضر لأنه بيعطي دخان أكثر، وهي الدخان بيهيج النحل عشان يخرج من الخلية. هذا ذكرني بأشياء. يلا بسم الله. فيه شفاء للناس. هو النحل بيمتص الرحيق، بيمتص رحيق الزهور وبعدين بيرجع على بيته اللي هو بيوت النحل، والرحيق هذا بيتحول لعسل في بطنه، في بطن النحلة. عملتها حاني في كانوا لك عربه. طلب الله.
نتفرج عليهم وهم نازلين هسا. أول ما ينزلوا لما يحسوا بالرعب نحل على طول راح تشوف كيف غزة راح يجوا مع الكل فجأة هيك. بسم الله يا إلهي. تمام طيب بيمني فيري. والدخنة بتهرب النحل. والله خطرة هاي. بعدين كيف سبحان الله النحل بحط بيوته وأماكن صعب الوصول لإلها. لو تا كايلا تا پجا ساڑی ساتھی ساسیلے اگرمن گھر پہلے کو رکھ تو تعالی تو سا تربنی علی دھیرے دھیرے ٹوکدا ٹوکدا وی سارے دو دینا ٹوکدا. ما عمري شفت اشي زي هيك بحياتي. او بابا تو महालय धेरै औषधिको रूपमा जान्छ यसो भएर मन पर्छ. हेल्प्स टु इन योर ब्लड प्रेसर. सो इफ स्नेक बाइट्स इफ यू अप्लाई द हनी ही सेड दैट इट कैन लाइक यू नो प्रोक्योर दैट एज वेल. या لما النحلة تمتص رحيق الزهور الرحيق هذا بتحول لعسل داخل بطن النحلة وبعدين النحلة بتحطه بالخلية. ترسوشي هيك رح نطلع هسا ندوق العسل. طلعوا كيف هذا انقرص على راسه. اجته لسعات 4 لسعات نحل هسا قدامنا. This is mad honey. This is the wildest honey. This is the best mad honey. Stop it, stop it. بقول لك اذا بتكثر منه وصيبه. بقول لك بساعه واحده راح يصيبنا هلوسه. يعني تاثير جانبي هذا. تيلي زو هلو. يا جود هاني. تو سبون. منطقة الخطر بتبدأ لما تاكل أكثر من معلقتين والدوخة بعد ساعة رح تحس فيها في رحيقة مادة اسمها غرانيوتوكسين واللي هي بتعمل الدوخة من أكل العسل. عسل الهلوسة. Brother, thank you so much. Thank you. Round of applause for the people. Thank you. Hard work, man. Thank you. سبحان الله. علاج هذا ربنا عطينا علاج طبيعي من العسل. يعني جينا اعلى جبال الهيمالايا نجربه. وهذا الشاب كمان هو عنده شركه عسل فبيجيبها من الجبال هون. تخيلوا يعني هو جابنا وين بيطلع العسل. احنا نشتري منه كميه لانه رهيب اصلا. انا حاسس في شيء غريب. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يلا بسم الله. أوكي يا إخوان هذا كان فيلم نيبال وعسل الهلوسة. طبعا شايفين المؤثرات اللي بهذا الفيديو. صوت القرية، صوت الهواء، بعض من صوت النحل استخدمناها من الإبدميك ساوند. إلنا أكثر من سنتين بنشتغل معهم وهم الرعاة لهذا الفيديو. بتقدر تستخدموا هسه المؤثرات. تاخدوا أول 30 يوم مجانا تحت في صندوق الوصف لما تضغطوا على اللينك. شكرا لإلهم دائما داعمين لإلنا. وغير هيك في خاصيات كثير عندهم اكتشفوها مثل خاصية الفاين سيميلر اللي أنا دائما بستخدمها. لما تعجبك نوعية مثلا سينماتيك تقدر تلاقي كل إشي مشابه لإلها. إبدميك ساوند شكرا. دا النباد معناها بالنبالي. يلا سلام، نشوفكم على خير الأفلام القادمة.
ممكن من الإيفرست. سلام.